جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجب علينا أن نقرأ في الرواتب سورا قصار بعد الفاتحة أم نقرأ الفاتحة فقط؟ الواجب والركن هو الفاتحة، وما زاد عليها من القرآن في الركعتين الأوليين فإنه سنة، سواء قرأ آيات أو قرأ سورة أو آيات من سورة، قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم.